بسم الله الرحمن الرحيم حد الكلام وأما حده أي حد الكلام عند النحاة ففيه عبارات أحسنها أنه قول دال على نسبة إسنادية مقصودة لذاتها يعني هذا التعريف يوافق تعريف ابن حاجب حيث يعرف ابن حاجب الكلام بقوله الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد وأيضا يوافق تعريف ابن مالك في ألفيته كلامنا لفظ مفيد كاستق وهذا التعريف مبني على التفرقة بين الكلام والجملة يعني مبني على أن الكلام والجملة مختلفان وليس متف... مترادفان كما قاله البعض بل الجملة عام والكلام خاص لماذا؟ لأنه قيد الإسناد قيد الإسناد بالإسناد المقصود لذاته فإذا قلنا الإسناد المقصود لذاته فحينئذ خرج الجملة من هذا التعريف مفهوم؟ نعم. آه. آه. واحترزنا بالإسنادية عن, عن التقليد النسبة التقديم يعني احترزنا هنا بنسبة إسنادية عن المركبات الأخرى التي تتضمن نسبة غير إسنادية مثلا كنسبة الإضافة ولا مزيد والنسبة النعتي رجل فاضل له مثلا كلاهما أيضا

دال على نسبة الإسنادية و... وتلك النسبة الإسنادية مقصودة ولكن ليست مقصودة لذاته بل مقصودة لغيره وهو الموصول فجملة الصلاة والخبر والحال والصفة أن كل هذه الجمل الأربعة ليست بكلام تسمى جملة ولا تسمى كلام لأن كل واحد من هذه الجمل الأربع لا تتضمن إسنادا مقصودا لذاته مفهوم؟ بل بل الإسناد الذي فيه مقصود لغيره مثلا في الخبر الإسناد مقصود لأجل ذي الخبر وهو المبتدا أو اسم إنا أو اسم وفي الحال الإسناد مقصود لأجل ذي الحال وفي الصفة الإسناد موصول لأجل الموصول في وفصلة لأجل الموصول مثلا حينما تقول جاء الذي قام أبوه شفت بضمير قام أبوه هذه الضمير يقي يعلق الجملة بالموصول يعلق باعتبار المعنى فلو لم يكن مثلا لو قلت جاء الذي قام أبو لا يصدق ولكن إذا قلت جاء الذي قام أبوه فهذه الجملة صالحة ولكن الإسناد الموجود فيه ليس مقصودا لذاته بل مقصودا لأجل غيره وهو الموصول نعم إذا علمت هنا عرف المؤلف الكلام لغة وأسلاحا إذا علمت ما ذكرناه من تفسير كان لغة إذا علمت ما ذكرناه من تفسير الكلام لغة وإصلاحا وعلمت أنه يطلق في اللغة على الكلمة الواحدة مستعملة كانت أم لا وأن أقل ما يمكن أن تكون الكلمة على حرفين وأن انتقال الكلام والكلمة إلى ما ذكره النحاة عرف لهم حادث على اللغة تفرعوا تفرغوا عليه الجواب اذا يعني اذا علمت ما ذكرنا من تفسير الكلام لغه والصلاح وعلمت ان الكلام يطلق في اللغه على الكلمه الواحده على القليل والكثير لان يعني الكلام جنس والجنس يطلق على القليل والكثير لا. ولكن بصراحه اطلاق ال... اطلاق الكلام بالمعنى اللغوي قليل جدا وخصوصا في كتب القوم يعني في كتب النحاة قل ما يستعمل الكلام بالمعنى اللغوي في الكلمة شفت <applause> مثلا يستعمل الكلمة بمعنى الكلام ولكن استعمال الكلام بمعنى الكلمة نادر جدا إنما يجي يمكن أن نجدها في بعض كتب اللغة كما ذكره عن الجوهري وكذا. إيه. إذا كان أملا، يعني المستعمرة هنا بمعنى الموضوع لا. معنى الموضوع يعني سواء كانت تلك الكلمة مستعمرة في معنى كما قفل باب حديقة فهذه كلمات مستعملة موضوعة لمعنى ويطلق عليها حسب ما ذكره يطلق عليها الكلام في اللغة ولكن ليس في الإصطلاح أم لا مثلا تقول قجت يعني تلك الألفاظ المهملة حسب ما ذكره ايش اسمه المصنف يطلق عليها أيضا الكلام كما يطلق عليها اللفظ ولكن هذا أيضا نادر جدا فلم نجد مثلا في كتب القوم من استعمل الكلام في الإيش في المهملة في الألفاظ المهملة يستعملون الألفاظ فيها بشيوع ولكن استعمال الكلام في الالفاظ المهمله نادر جدا. فطبعا من هذه المعلومات نصل الى نتيجه ان في اللغه يترادف الكلام والكلمه. فالكلام والكلمه حينما يكونان مترادفين فحينئذ يستعملان كلاهما في اللغه على الالفاظ المستعمله. والألفاظ مهما نعم فيتفرع عليه م... وأنه يعني وأنه يعني إذا علمت علمت أنه يطلق وعلمت أن أقل ما يمكن أن تكون الكلمة فين ولكن هذا محل نظر لأن كثيرا من حروف الاستف من من الحروف موضوع على معنى واحد مثلاً همزة الاستفهام مثلا واو العطف مثلا فاء الجزاء مثلاً لام لام يأتي للابتداء وللقسم ومن حروف الجار وللتحليل وما إلى ذلك فهذا محل نظر حيث قال وأن أقل ما يمكن أن تكون الكلمة على حرفين هذا لا لا نسلم لأن أقل ما يمكن أن تكون الكلمة عليه حرف واحد وليس حرف صحيح, مم. صحيح. مم. كثير من الحروف ياتي على حرف مساء التنوين كلمه على حرف كما ذكرت لام اللامات سبعه يعني اللام ياتي على سبعه وجه من المعاني فكلها حرف واحد الباء كذا الواو العطف كذا فاو الجزاء وفاو العطف وفاء كذا يعني كلها على حرف واحد همزة الاستفهام على حرف واحد صحيح فهذا محل نظر ايه وان انتقال الكلام والكلمة الى ما ذكره النحاة عرف لهم حادث اللغة صحيح هذا يعني هذا غير صحيح ولكن هذا صحيح يعني نقل الكلام والكلمة بس نقل الكلام إلى ما ذكر النحاة من قول قول دال على نسبة الإسناد مصون هذا عرف نحوي يعني ونس ونسميه غرفا خاصه هذا لا غبار عليه يعني صحيح وكذلك انتقال الكلمه الى ما ذكره النحاة حيث قالوا الكلمه لفظ دال لفظ وضع على معنى مفرد او قول دال كما ذكره ابن هشام انتقال الكلمه على هذا الى هذا المعنى هو ايضا غرفه خاص يعني بمعنى اصطلاح خاص نعم نعم فيتفرع عليه ما ها. قاله اصحابنا هي يتفرع سو. على هذه سو. المذكورات ما, ما قالوا اصحابنا من ش... ها. من ابتال الصلاه بذلك ها. لان قوله صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا لا يصح فيها شيء من كلام كلام ادميين متناول له لغه كما هم. تقدم عرفها. يعني يتفرع على هذه القاعده او على هذه المعلومات ما قاله أصحابنا الشافعين من إبطال الصلاة بذلك يعني قالوا يبطل الصلاة بحرفين صح وكذلك قالوا يبطل بحرف مفهم أيضا يعني هذا يعني قلت هذا الكلام محل نظر نعم لأنهم قالوا يبطل الصلاة بحرفين وكذلك بحرف مفهم مثلا قي مثلا في في وما الى ذلك لا نعم ايه لا لان قوله صلى الله عليه وسلم كلام هذا في نظر فقها نعم نعم, إيه نعم لان قوله صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين هذا الحديث الشريف متناول له لغته يعني متناول لكلام للكلام بالمعنى اللغوي أيضا والكلام في اللغة يطلق على ايش؟ على كلمة واحدة أيضا والكلمة الواحدة يمكن أن تكون على حرف أو حرفين أو أكثر مثلا هل عند الشافعية هل يجوز مثلا للمصلين أن يذكروا الإمام الوقتي في الصلاة بالكلام؟ لا لا يجوز انما يجوز لهم ان يقرأوا القرآن بقصد القرآن فمثلا لو طرق احد الباب فقلت يا يحيى خذ الكتاب بقوه مثلا وقصدت اعلامه بانك في الصلاة تبطل صلاتك ولكن قالوا قال الشوافع اذا قصد بالافهام مع الافهام القراءه فيجوز فلا يبطل صلاته يعني مثلا يلزم ان يتصور في نفسه انه سيقرا ايه حتى يفهمه هو ايضا فهذا لا لا باس به ولكن اذا قراه لمحض الاعلام تبطل صلاته مثلا إذا أخطا الإمام في الصلاة ها هو أيضا نفس الشيء نفس يعني الفتح نسميه الفتحة للإمام الفتح الفتح للإمام أيضا إذا قرأها بقصد الفتح فقط يكون من هذا الباب فتبطل الصلاة عند الشرف ولكن الأحناف لا يفرقون يجوز له أن يقول سبحان الله داك. سبحان الله أيضا نفس الشيء يعني لو قال سبحان الله أيضا بقصد الإعلام فقط تبطل الصلاة يلزم أن يقصد الذكر والأعلام أو الذكرى فقط إيه نعم وعرفا كما ترى وعرفا فان المغمي عليه نعم. يعني بايغن مغمي, مغمى, مغمي عليه ومغمى عليه مغمى اغمى مغمى عليه مغمى عليه فان مغمى عليه ونحبه إذا نطق مثلا بقوله الله ونحمه ونحوه, ونحوه يقول الحاضرون قد تكلم فتفطن لما ذكرته من المدارك فانه فإن يشكل على كثير من, من الناس نعم صحيح إه. ويتفرع عليه ايضا ما اذا حلف لا يتكلم فاتى بذلك ولم اره من يعني يتفرع على هذا ايضا ما اذا حلف احد يعني حلف بالطلاق وقال ان كلمت فلانا فامراتي طارق قال ثم كلمه بحرف مفهماً بأن قال له في يعني بمعنى أو في بوعدك أو قي فيبطل شيء يعنس في حلفه وتطلق امرأته لأنه يكون متكلم مفهوم؟ ولا مره منقولا ولكن لم منقوله عن الشواذ ولكن مثل هذا في قي هذه هذا أمر حاضر وهذا إذا جملة كذلك <applause> ولكن بحسب الظاهر لفظ، لفظ واحد، حرف واحد، ويمكن أن يطلق عليه الكلام بالمعنى اللغوي والكلام لأن أهل اللغة لا يلاحظون ربما الضمائر، إنما ينظرون إلى اللفظ، إلى الشيء من ناحية اللفظ فقط، ومن ناحية اللفظ حرف واحد، فيمكن حينما يقول قي يمكن أن يقصد به أمر من وقائقي ويمكن ان يقصد بحرف مسمى صحيح او قاله قجاج او قجاج ايضا أيوة. نعم ولكن يبطل به الصوت يكون حالي الصوت آه. نعم تعالى هنا... تعالى تعالى هنا جزاكم الله خيرا